إعلان الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة موافقتها على تمديد الهدنة في غزة 4 ساعات إضافية بعد مطالبات أممية بتمديد وقف إطلاق النار 24 ساعة قابله رفض فلسطيني للتمديد، أعلنته حماس بشكل رسمي وتلاه إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت عن إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات جنوب إسرائيل مع انتهاء الهدنة الإنسانية الأولى. لم تحدث أضراراً جسيمة لكنها اعتبرت رسالة لإنهاء التهدئة. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع منذ بدء العملية العسكرية إلى أكثر من 1030 قتيلاً معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى أكثر من 6000 جريح. الجانب الإسرائيلي أعلن بدوره عن مقتل 5 من جنوده ليرتفع عدد قتلاه إلى 40 منذ بدء الهجوم، متوعداً بمواصلة عملياته البرية للتخلص من شبكة الأنفاق التي تصل غزة بإسرائيل. وبالفعل تحدثت مصادر إسرائيلية عن اكتشافها أنفاق وصفتها بالهجومية قرب الحدود مع غزة، تعمل قوات الهندسة على تفجيرها لمنع استخدامها. وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي تم اكتشاف فتحة أحد الأنفاق في الأراضي الإسرائيلية قبل شهرين، إلا أنه تم العثور على فتحة النفق في خان يونس هذا الأسبوع خلال العملية البرية. يبلغ ارتفاع النفق 175 سنتيمتراً وعرضه 70 سنتيمتراً. يعمل الجيش الإسرائيلي على تدميره باستخدام المتفجرات. وحتى الآن أكدت مصادر عسكرية عثور الجيش الإسرائيلي على 30 نفقاً وأكثر من 100 ممر يقود إليها، تم تدمير 16 منها.